مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نقطة نظام. في لحظة من اللحظات اللي يتغلب الشيطان على الشخص منا، قد تتحول هذه اللحظة إلى نكبة حقيقية على الشخص نفسه وعلى المجتمع ككل. الحقيقة أننا أصبحنا في زمن لغة الحلال والحرام ليست هي المعيار الحقيقي اللي بنعيش فيه حاليا، وأصبحت الدنيا بالنسبة لنا سداح مداح، ومع غياب الضمير واستحلال الحرام بتكون النتيجة ان احنا بنعيش في واقع مرير وأليم، والنتيجة مجتمع مفكك. النهاردة حلقتنا عن موضوع كان غريب جدا على المجتمع المصري، ولكن حاليا اصبح منتشر بشدة، والموضوع هذا الموضوع من هو اثبات النسب. تخيل ان جه علينا الوقت ان في الالاف بيتهرب من ابنائهم، سواء جه بطريقة شرعية او طريقة غير شرعية، وأصبحت لغة التشكيك والتخوين هي اللغة السائدة هذه الأيام. المشكلة أن بيكون ناتج عن هذا الأمر طفل هو اللي بيدفع هذه الفاتورة، ونتيجة مجتمعنا اللي بيهتم بالنسب والحسب ونظرة المجتمع لهذا الطفل قد يتحول إلى يعني وحش في النهاية، وبيدفع المجتمع هو الفاتورة. الدولة المصرية والقادة السياسية عملت اللي عليها ودشنت مبادرة أطفال بلا مأوى، وخصصت ملايين الجنيهات، والرئيس السيسي أصدرها قرار جمهوري بتعديل أحكام القانون الضمان الاجتماعي يجذب معادلة الطفل مجهول النسب كالطفل اليتيم، بهدف استخراج شهادات الميلاد له وأن هو يكون له الحق في الرعاية والتأمين الصحي. لحد إمتى هنفضل عايشين في هذه المشكلة؟ لابد ان حد امتى ضميرنا هيصحى، امتى ضميرنا هيصحى، وامتى هنتقي ربنا ونراعي ربنا في اولادنا وفي حياتنا وفي مجتمعاتنا وفي رغباتنا وشهواتنا. النهارده موضوعنا بنتكلم فيه عن اثبات النسب بين الاقرار والانكار، هو ده موضوع حلقتنا النهارده، وسنحاول فيه الاجابه عن العديد من التساؤلات، منها ما هي المحكمه المختصه بهذه القضيه، وما هي الشروط الواجب توافرها حتى نستطيع ان يتم رفع هذه القضيه. خلونا في البدايه بس نرحب بضيوفنا الكرام اللي موجودين معانا النهارده. سياده المستشار محمد سليمان جاد، المرشح لمنصب نقيب محامي جنوب القاهره، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. الاستاذ مصطفى الهواري، المحامي بالاستئناف، اهلا وسهلا بحضرتك. هبدا بالاستاذ مصطفى. بدايه يا استاذ مصطفى، خلينا نقول ان عمليه اثبات النسب ليست بالقضيه السهله، ولهذا قام المشرع المصري بوضع العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر أولا في رفع هذه القضية. ما هي هذه الشروط؟ أهم الشروط اللي حطها المشرع المصري في قانون الأحوال الشخصية لرفع دعوى النسب، أول حاجة وجود علاقة زوجية، لأن وجود العلاقة الزوجية هو اللي يبرر إثبات نسب الطفل لأبيه، وده إعمالا للقاعدة الشرعية اللي أقرها الحديث النبوي الشريف، الولد للفراش. بعد ما بيتم وجود علاقة زوجية، سواء ثابتة بطريق رسمي موثق أو شفهي يمكن إثباته فيما بعد، أو عن طريق أو حتى لو كان الزواج دوت صحيح أو فاسد، فده ما بيمنعش فكرة إثبات النسب. والمشرع نظم في المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1920، والمادة 7 من القانون رقم 1 لسنة 2001، نظم فكرة رفع دعوى النسب، وقال أنه لا ترفع أو لا تسمع دعوى النسب عند الإنكار لولد زوجة ثبت عدم الطلاق بينها وبين زوجها من حين العقد، تمام؟ أو لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها. كل دي شروط وضعها المشرع عشان فكرة الإثبات، عملية إثبات نسب الطفل لهذا الأب. فالشروط هنا متعلقة بمدة الزوجية ومدة الحمل، ودي فسرها الفقهاء والشراح للقانون، وقالوا ان لازم ما تكونش مدة الحمل اقل من 6 أشهر عشان يبقى علميا حتى من الناحية الطبية يثبت هذا نسب هذا الطفل لهذا الزوج، وان ما تكونش الفترة ما بين غيبة الزوج عن الزوجة لا تكثر عن سنة في فترة هذا الحمل. وقال كمان انه لا تسمع دعوى الانكار لولد المطلقه المتوفى عنها زوجها اذا اتت به لاكثر من سنه من وقت الطلاق او الوفاه، نفس الحكمه اللي اشترطها في حاله مده الحمل اقصى مده سنه
اشترطها في حالة الطلاق أو الوفاة، وده عشان ينظم عملية النسب. زي ما قلنا لازم يكون في علاقة زوجية، لأنه القاعدة الشرعية بتقول أنه لا يثبت نسب طفل عن طريق علاقة محرمة، علاقة زنا. دي الشروط المطلوبة لتوافر قضية النسب أو رفع قضية النسب. سيادة المستشار، الشرط الأساسي اللي بتحدث عنه الأستاذ مصطفى أن يكون لازم يكون هناك علاقة زوجية شرعية. إيه هي الإجراءات المتبعة لبدء يعني إجراءات قضية النسب؟ هو عموما المشرع المصري وفقا للتطورات اللي حدثت في المجتمع المصري خلال العشرين سنة الأخرين، وبصفة خاصة وقعة الفنان أحمد عز والفنان زينة وهندي الحناوي وأحمد الفيشاوي، وفي طبعا بقى موضوع المصيبة الكبرى اللي هي كانت بتاع السنجل مزر أو الأم العزباء. فتدخل المشرع المصري في أول حاجة 12 لسنة 96 قانون، وتعديله في 126 لسنة 2008. وإذا كان المجتمع المصري انتابته بعض الأحداث الغريبة، وهي أن في زواج العرفي وغير عرفي، فاهتم بالطفل اللي هو ضحية مثل هذه التصرفات. فطبعا الطفل المصري مفروض أن له حقوق ولا سبيل له لما ارتكبه اللي هم الزوج او الزوجه او اللي هم ان الطفل ناتج علاقه غير اساس. عندنا طبعا المشاكل النهارده ان الماده الرابعه من ذات القانون ان من حق الطفل ده في انه ينسب لابيه. فالى اي ذات انه يثبت ده المحكمه القانون ذات نفسه تطلب بعض الشروط، انه هو من حقه ياخد شهاده ميلاد تستخدم لرفع دعوى النسب فقط. فطبعا هنا دي حمايه، وبنشكر المشرع المصري، وبرضك توجيه فخامة الرئيس بشأن ان هو برضك الطفل ولد العلاقة الغير قاسمة هيتساوي الولد الابن اللقيط يعني. فدي برضك كل ده اتجاه الدولة في حماية الطفل الناتج عن علاقة غير شرعية. وطبعا انا هنا يعني بناشد شباب مصر سواء الفتيات او الفتيان ان لابد ان نرجع لعادات وتقاليد وقيم مجتمعنا المصري الاصيل، لان كل التصرفات دي ناتجه عن استخدام السيء للسوشيال ميديا. فالنهارده البنت اللي بتعمل تصرف من وراء اهلها ومن وراء المجتمع وخلفت الشرع والقانون، فاكيد ان هي علاقه غير طبيعيه وعلاقه غير سويه. ونفس الشاب البنت اللي سلمت له نفسها بدون الطريق الشرعي ان هو يروح لوالديها ويطلب هديها، فدي نتاج تصرفات غريبه على مجتمعنا. وانا بناشد شعبنا واهلنا وبناتنا واخواتنا ان لازم نعود لعادات وتقاليد الشعب المصري. ومرجعيه بقى الموضوع النسب الطفل ما بين الاقرار والانكار، طبعا انت من المتعارف عليه ان فيه 16,000 قضيه نسب، وده رقم مرعب خطير ومزعج جدا. ده ناتج زي ما قلنا ان احنا خرجنا عن عاداتنا وتقاليدنا، ولكن المشرع لابد انه يكون ليه فلسفته في انه بيجابه كل المعطيات اللي طرأت عن هذا الاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي والعلاقات القاسمه والشات والكلام ده دلوقتي. طبعا حضرتك الموضوع اللي ازعج طبعا ان هو السنجل مازر ده عمل منصات وعمل وعمل وعمل، المشرع تدخل فيه برضه. فانا المشكله ان انتوا النهارده بشهوه، الشهوه دي لحظيه ومن عمل الشيطان، تجنب عنها طفل لا حول له ولا قوة، ومفروض ان هو انسان سوي وما ياخدش اسم الاب والام اللي هم اقترفوه في فترة الغواها والشيطان. عندنا طبعا تجارب دلوقتي في المحاكم وقضايا كتيرة جدا اللي معاقة ذهنيا واللي طفلة في الدور الرعاية اللاحقة و فطبعا في مشاكل كتيرة. فانا طبعا بناشد ان كل رجال الدين سواء المسلمي والمسيحي انه برضو يكون في الخطب في صلاة الجمعة يبقى في توجيه لسلوكيات المجتمع بالاضافة لدور الاعلام. ده اللي احنا بنتطلبه الاول قبل ما نتكلم مع المشرع. ولكن احنا النهاردة القانون نظم كل العلاقات في رفع دعوى ثبوت النسب ما بين المحكمة، وطبعا زميلي كان يتكلم في لا تقبل الدعاوى بشروط معينة اللي هي الزواج الحمل قبل 15 من الزواج او يزيد عن فترة سنة بعد الوفاة او الطلاق. فطبعا كل الحالات دي باذن الله ربنا يقدر لنا الخير ان احنا دور الاعلام فيها مهم جدا، زائد دور العباده. يعني لازم يبقى في اعاده تاهيل شبابنا للتمسك بالقيم والعادات والتقاليد الجميله للشعب المصري. تمام، التمسك بالعادات والتقاليد للشعب المصري.
خلينا نتكلم بصراحة أستاذ مصطفى، لما شخص يخطأ أو يقع في خطأ نتيجة شهواته ونزواته، ليه ما يعترفش بهذا بأن هو الأب لهذا الابن؟ ليه ما يكونش عنده الجراءة؟ إيه السبب اللي يدفعه أن هو ينكر لهذا الأب؟ سوء التربية دي أول مشكلة بتبقى بتواجه الموضوع. إلى جانب زي ما المستشار محمد اتكلم، عدم وجود ثقافة مجتمعية سليمة. الشرع الشريف يعني يتناول الموضوع بكل جوانبه، والمفروض ان يعني انا من خلال البرنامج هنا بحيي دار الافتاء على المبادرة الجميلة اللي عاملينها بخصوص المقبلين على الزواج في الكورسات. الكورسات اللي بيقدموها للمقبلين على الزواج دي جميلة جدا، لانها بتوفر الثقافة الشرعية والقانونية والمجتمعية للشاب والشابة المقبلين على الزواج في الحقوق بقى وطبيعة العلاقة، حقوق والتزامات، وده بيؤهلهم لفكرة الزواج ومعرفة الحقوق المتبادلة وحقوق الطفل، لأن الطفل هو النتاج الشرعي لهذه العلاقة وهو عماد الأسرة والمعتمد عليه فيما بعد للوطن. بيخرج بعد ذلك ان هو بيكون طفل سوي جدا، لان نظرة المجتمع حضرتك عارف ان مجتمعنا بينظر الى الحسب والنسب يعني بينظر بنظرة دونية لهذا الطفل. طب قبل ما نكمل كلام حضرتك، معانا اتصال هاتفي من الاستاذ احمد عبد المنعم من القاهرة. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل استاذ احمد. اولا بحب اشكر أستاذ محمد سليمان جاد على إتاحة الفرصة للشباب. شكرا يا فندم. في حلقة زي دي طبعا نتائجها مثمرة، وحديث بصراحة كنا منتظرين ومنتظرة، وبرنامج ثقافي اجتماعي قانوني بيتكلم عن إثبات النسب، ودي من المشاكل اللي هي بتواجهنا دايما قدام محكمة الأسرة. وخصوصا لما بيكون إقامة دعوة أو غيرها، فبيتطلب شروط كتير قوي أثناء رفع الدعوة. ومن الشروط دي دايما بيكون حاجات بسيطة زي الرقم القومي للمدعى عليه. تمام. فطبعا يعني يا ريت مثلا الأستاذ محمد سليمان جاد يشرح لنا النقطة اللي هي بتاعت بطاقة الرقم القومي، وخصوصا في الإثبات، يعني خصوصا في إثبات دعوة النسب دي، لأنها من القضايا المهمة جدا 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 جدا، واللي هي دايما ما بتلقى الرفض قدام محكمة الأسرة في العموم. يعني في حوالي 35% أو 50% من نسب القضايا اللي بتترفع في الموضوع ده بتاخد رفض، وإحنا عايزين نتجنب الموضوع ده كشباب المحامين، اللي احنا نقهر بان يكون لدينا رجال على ساحات الشاشات التلفزيون بيوجهونا او بيدونا ما يثمر او ما يمهد لنا الطريق لاقامه دعاوى بطريقه صحيحه. تمام تمام جدا يا استاذ احمد، بشكر حضرتك جدا يا استاذ احمد على المداخله الجميله معانا دي يا استاذ احمد. نرجع لكلامنا تاني يا استاذ مصطفى، لو تحب حضرتك تعقب على الاستاذ احمد سال السؤال بخصوص بطاقه الرقم القومي وخصوصا في اثبات النسب. هي دي مشكله بتواجه الساده المحامين اثناء قيد الدعاوى خاصه بدعوى النسب، لانه بيتطلب ان يكون مع الزوجه طالبه رافعه الدعوى بطاقه الرقم القومي الخاصه بالمدعى عليه. ودي يعني هي الاستحداث دوت كان لفكره انا دلوقتي هنسب نسب الطفل دوت لابي، فلازم يبقى عندي الداتا الخاصه بالرقم القومي للاب، عشان فيما بعد هي هتساعد في تنفيذ الحكم. يعني لو اخذنا حكم على المدعى عليه باثبات نسب الطفل اليه، فلازم اروح بعد كده انفذ الحكم دوت مع الاحوال المدنيه عشان يدرج اسم الطفل على بطاقة الرقم القومي للأب. فهي بس المشكلة إجرائية، لكن المشرع له حكمة فيها. طب بالنسبة للتسجيل، يعني في حتة التسجيل، هل يحق للزوجة أن هي اللي بتذهب بنفسها للتسجيل، ولا لازم يكون واخدة، ولا الأب بالتحديد هو اللي لازم؟ هو لحد الآن القانون بيتطلب أن يكون الزوج أو الأب هو اللي بيذهب لتسجيل ابنه، ولكن أصبح في مرونة في الأمر، أنه يجوز أن أحد أهل
الزوج لحد الدرجة الثانية، ان هم يذهبوا مع الام والطفل لاثبات لقيده بالاحوال المدنية، السجلات، السجل المدني. ويعني ابتدى الموضوع وفقا للمعطيات وما جرى عليه العمل والمشاكل العملية اللي بتواجهنا في كده، ابتدى الموضوع دلوقتي يدي إتاحة وفرصة للأم إن هي تسجل الطفل لو معاها وثيقة الزواج. تقدر تسجل بنفسها لو معاها وثيقة الزواج، وثيقة الزواج الثابتة حتى لو تم الإنكار من قبل. لا، هو لو ما فيش إنكار، لكن لو في إنكار يبقى هتضطر تلجأ للطرق القضائية. تمام، اروح لاستاذه المستشار. في سؤال مهم جدا، في حالات الزواج العرفي بينتج عنها اطفال، ليه بعد ذلك بيتم الانكار؟ مش ورقه الزواج العرفي دليل قاطع على حق الزوجه في ان هي هذا الاب ولي الامر لهذا الطفل؟ تمام، هو المشرع طبعا دلوقتي احنا عندنا الزواج بفراش الزوجيه، ده لو زواج عقد زواج رسمي او عرفي. ولكن عندنا بقى المشاكل اللي هو الولد الزنا وولد جرائم الاغتصاب. فهنا المشرع بمجرد ان الست المغتصبه او المزني بيها خدت اختار ولاده وقالت ان اللي حصل اللي عمل معاها الفعل ده هرب، فبيدوها شهاده ميلاد بها رقم قومي للطفل ده، وده وفقا الماده الرابعه بقى من التعديل ده الجميل بقى دلوقتي، انه ترفع بها اللي ترفع بها الدعوه فقط، لان لشروط قبول الدعوه لازم يكون في صفه ومصلحه. فالنهارده دي حست ان في واحد مجرم اعتدى على واحدة سواء رضاء برضائها وبقى زنا او غصب قهرا بقى في اغتصاب، فهنا المشرع نظم الموضوع ده. انا طبعا من هذا المنبر، طب خليني بس اسحرك سؤال برضه مهم في النقطة دي قبل ما نروح. لو حصل زي ما حضرتك بتتكلم، حصل موضوع الاغتصاب وجاء الشخص نفسه اعترف في قعدة من ضمن القعدات ان هو فعلا اغتصب هذه السيدة، تمام، وبعد ذلك جه قدام المحكمة وانكر، هل الاعتراف اللي اعترف بيه في القعدة اللي هو قاعدها مع الشخصيات اللي موجودة معترف بيه في المحكمة؟ احنا من ضمن طرق الاثبات شهادة الشهود، فدي طريق من الطرق بيكملوا طرق تانية، ولكن احنا النهاردة بنقول ان هو هرب مش موجود، يعني عمل فعالته وهرب. النهاردة الطفل ده هيتأيد ازاي ويستخدم، وامه هتستخدم حقه ازاي في اثبوت النسب؟ فهنا المشرع وضع ان هي بتاخد البلاغ من المستشفى، وبيخلي وزارة الداخلية بتطلع شهادة ميلاد تستخدم في دعوة اثبات النسب فقط، يعني شهادة مخصصة لطريق معين، تمام، لغاية لما المحكمة تتحقق بكل طرق الإثبات ويثبت النسب لأبوه سواء بقى مغتصب أو زاني، ده موضوع تاني. تمام، هنا بس احنا عندنا طبعا ان عقب فتح مجال العمل الجزئي وبعد كده الكل بعد جائحة كورونا، في مشكلة بتواجه السادة محامين القاهرة. طب معذرة، بمناسبة حضرتك اتكلمنا عن كورونا وجائحة كورونا، معانا على الهاتف الدكتور صلاح منصور عبد العال عضو لجنة الصحة بالبرلمان. دكتور صلاح، ايوه، ازي حضرتك، اخبار حضرتك وعامل ايه؟ الحمد لله. دكتور صلاح، كنت عايز اسال حضرتك، احنا سجلنا ادنى معدلات الاصابة بفيروس كورونا، حضرتك شايف هل ده معناه ان الاجراءات الاحترازية جابت نتيجة ايجابية وان هناك التزام من المواطنين بها، ولا ده صحيح، ولا حضرتك شايف ايه؟ في اسباب تانية؟ والله هذا التزام طبعا ضعيف شوية حقيقة. تمام؟ الالتزام عندنا ضعيف. انت كنت تلاقي مثلا في وقت الكورونا، تمام، كانت زحمة والاسواق زحمة والطرق زحمة والمحلات زحمة، مش كده؟ لا كده ما لاحظتش. لاحظنا طبعا. هو ربط الدكتور. انا ده وجهة نظري. تمام. لكن الاجراءات الاحترازيه قللت الاعداد. خلي بالك اليومين دول في حالات بدات ترجع تاني. حالات؟ الناس عندهم خفوا ورجعوا تاني. في اصابات جديده بدات تظهر اليومين دول تاني من اسبوعين ثلاثه. والناس بتلاقينا في الفيلد يعني وبشوف. تمام. فاحنا مش ملتزمين قوي. ولا انت شايف غير كده؟ لا حضرتك ادرى يا سياده. طب احنا قلنا عملنا اجراءات احترازيه والشارع والاجواء فاضيه، يعني 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 ان المواطنين غير ملتزمين بنسبه 80% او 70% بالاجراءات الاحترازيه. يعني انت عارف هو الاجراءات الاحترازيه فيما يخالف القانون، يعني الحاجات اللي بتخالف القانون بس اللي هياخد عليها مخالفه للقانون. هم اللي كانوا بيعملوا، كان في المحلات الساعه 5 هي في 5. في الشارع ما فضيش من 5. ده ماشي في الشارع، فين راح اجيب دواء؟ رايح فين؟ ده انا مش عارف ايه، كلام كده. الاجراءات
الجامعات عندنا ما كانتش شغاله قوي، وطبعا ده لضعف الحمله الاقتصاديه برضه، خلي بالك، وضعف الوعي الصحي في البلاد هو اللي ادى الى كده، بالاضافه الى الظروف الثانيه، ظروف ثانيه مصر كتير. لازم الناس ما تطلع معاه، اللي مش عارف ايه الخناقه الكبيره، لازم البلد كلها تشترك معاه، كلام كده، الكلام اللي هو القبائلي ده. تمام يا دكتور صلاح. دكتور صلاح، النهارده احنا بنتكلم في حلقتنا عن اثبات النسب واطفال بلا مأوى، وكان في تعديلات تشريعيه فيما يخص قانون الطفل. حضرتك شايف ان القانون فقط هو الرادع لحل ازمه اطفال الشوارع، ولا هناك ادوات اخرى يجب ان تتخذها الدوله؟ والله لا، مش القانون اللي هيبدا اطفال الشوارع، الدين والالتزام. ليش لا قانون؟ هو مش قانون، ما اطفال الشوارع دي كتير قوي، وزي اليومين دول ده بيلاقوا على باب اماره دلوقتي، بيحطوهم على باب مسجد عشان يقول لك الايه، قبل صلاه الفجر بنص ساعه كانوا يحطوه عشان واحد يجي يلاقيه. دلوقتي ممكن يحطوه على باب اماره الساعه 10 12 بالليل، ممكن ما حدش يبدا من 10 الصبح. تخيل، من البجاحه والحب. كان بيتحط على باب الجامع بس. زمان وتلاقي مثلا كل ست سبع شهور عيل محطوط. دلوقتي في اليوم ثلاثه اربعه، مش القانون اللي راجع، لازم الناس ترجع لجنها، مش قانون هيرتع حاجه ربنا مش راضي عنها. لازم الالتزام بالدين وبالاخلاق، الاثنين دول. مش قانون، هو اثبات النسب ده، ومعظم العيال، معظم العيال اللي بتلاقي بلا مأوى دول هيعرفوا ده ابن مين، ده محطوط في الشارع واحد اتحط وغرق. اثبات النسب ده في قضايا السنه بس، واللي اكتشفت واللي اهلها اكتشفوها وبتعمل، وكتير اليومين دول ومش هتشفها الا بالالتزام بالدين والالتزام بمبادئ الاسلام. هو كده، والتزام بمبادئ الشريعه الاسلاميه والمسيحيه والبتاع، ما الزنا محرم في الاسلام، محرم في المسيحيه، محرم في اليهوديه كمان. طب لكن الناس ما دام انت مش ملتزم، حتى الناس مش ملتزمه بالصلاه، مش ملتزمه بالزكاه، مش ملتزمه كده، فلازم الشيطان هو اللي يدلهم بقى. طب ليه؟ الناس الله فنسلهم، الناس الله فنسلهم. طب ليه يا دكتور صلاح ما يكونش في حملات توعية من البرلمان بخصوص هذا الأمر؟ لا، حملات توعية، هو كان أيام زمان الشرف ده، أيام الجاهلية، وأيام ال 1700 1800 كان في حملات توعية؟ لا، ما خاصة بعد تفشي الانحلال في المجتمع حاليا. يعني المجتمع اللي هيتوقع اللي ما بيعملش، هو مين اللي هيقعد في توعية؟ هتجيب واحد بيخصب بنك وهيقعد في توعية؟ تمام. ومين اللي بيعمل الحاجات دي؟ مين اللي بيعمل الحركات دي؟ معظم الحركات اللي هي اللي هترضي الناس، مين اللي بيعملها؟ اللي هيروح التوعيه ده اللي بيعملها دايما، بنشر التوعيه اصلا. ده واحد قاعد على خمره مسطول، واحد قاعد على قهوه بيشرب تانجو، ده هروح اعمل توعيه؟ مش عامل توعيه، هي الدين، العوده للدين، لازم الناس ترجع للدين خالص. لا حملات توعيه ولا مش حملات توعيه. تمام. ممكن مش توعيه خالص. تمام. انا بس عايز اعمل اكثر حالات الزنا والحاجات دي بتيجي من الناس اللي هم اللو سوشيو ايكونوميك زي ما بقول. طب ده اللي هو دوله الاجتماع المسطوط، اللحمه العشوائيه، اللي ما ولا لا عمره هيروح حمل الثوريه، ولا عمره هيروح يحط الدين اصلا، هيظهر على الصلاه الجمعه. طب دكتور صلاح، معانا الاستاذ مصطفى لوار، عايز اسال حضرتك. دكتور صلاح، والله انا هو مش سؤال بمعنى السؤال، هو بس انا كان المفترض ان في مقدم مشروع قانون للاحوال الشخصيه من الازهر الشريف، وان انتوا المفروض في المجلس بتناقشوا حاليا فكره تعديل قانون الاحوال الشخصيه، فانا بس المناشده اللي بطلبها من سيادتك ان انت تبقى صوتنا داخل البرلمان، النظره بس القانون للاحوال الشخصيه المقدم، المشروع المقدم من الازهر الشريف، لان فعلا بعين القانوني انا اقدر اقول لحضرتك ان المشروع القانون ده فوق الممتاز، تناول كافه قضايا الاحوال الشخصيه بشكل علمي وشرعي دقيق جدا. في اللجنه الدينيه ولا في اللجنه التشريعيه؟ هو المفروض ان هو خرج من اللجنه الدينيه وراح اللجنه التشريعيه. يعني احنا مناشدتنا المعليك ان يكون بس في ان هذا المشروع يؤخذ بعين الاعتبار. باذن الله. تمام. دكتور، ربنا يبارك فيك. شكرا جدا يا دكتور صلاح. الدكتور صلاح منصور عبد العال، عضو لجنه الصحه بالبرلمان. نرجع تاني لموضوعنا.
ونتكلم يعني عايزين ناخد مين اللي قاله دكتور؟ هو اولا طبعا احنا كنا بدايه الحلقه اتكلمنا على موضوع الدين والعادات والتقاليد الخاصه بالمجتمع المصري، وزائد ان احنا النهارده لازم يبقى في حزمه في موضوع المواد المخدره والمهلوسه وكل الكلام ده، لان يعني دي احد اسباب الداعيه للرذيله. فاحنا دي برضك متطلبه يبقى في رقابه وننزل نضبط الشارع شويه. ده حاجه. الحاجه هنا بقى انا عاوز استغل وجودي في هذا البرنامج اوجه مناشده عاجله باسم زملائي محامي القاهره الكبرى. احنا عندنا كارثه في قيد الدعاوى في محاكم الاسره، في قيد الدعاوى في محاكم الاسره لدرجه ان ممكن تحصل على رقم الساعه 11 بالليل وتروح المحكمه ترفع دعواك الساعه 12 الظهر. فدي مصيبه مقابلتنا في خلال الشهر الاخير ده في كل محاكم الاسره. فانا بناشد معالي المستشار الجليل وزير العدل انه مساعد الوزير لشؤون الابناء المحاكم ينزل يمر على الخمس محاكم، محاكم القاهره ومصر الجديده والجيزه ومحكمه القاهره الجديده، زائد بالاضافه ان انا بناشد معالي النقيب رجائي بيه عطيه نقيب المحامين ان يصدر توجيهاته. احنا عندنا 15 عضو في المجلس من استئناف القاهره، لابد ان هم ينزلوا ويقابلوا رؤساء المحاكم المتابعه لحل هذه الازمه، لان فعلا وضع مشين جدا 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 جدا. وبطالب النقباء الفرعيين في هذه الدوائر بدل ما تبعت اعضاء مجلسك لتسكين الافواج في المصايف، ارجوكم تواجدوا لحل هذه المشاكل، لان ابتدى الموضوع يخرج عن الاطار، بقى في عنف وفي مفيش تنظيم وخرج عن السيطره. ده اللي كان بيتكلم فيها الاستاذ احمد عمنا، ان في مشاكل. انا ناشد معالي المستشار وزير العدل، دي رساله انا محمل بيها ومكلف بيها من زملائي محامين القاهره الكبرى، ان احنا عندنا مصيبه وكارثه في محاكم الاسره. اصبح الميكنه اللي ادعى بيها الرئيس واللي يعني طلب مقابله وزير العدل وقال له عاجبك حال المحاكم، قال له اديني مهله لغايه شهر 3/2021، وبعد مرور اكثر من 6 اشهر يحصل هذه المصايب وفي استدعاء حالا للوزير العدل. فاحنا بنناشد معالي المستشار الجليل انه ينزل يشوف يعني بعينيه ويكلف المساعدين ورؤساء المحاكم الابتدائيه بالمرور على محاكم الاسره، وللاسف انها مميكنه يعني ما كانت بتشتغل باليد. ايوه طبعا كانت بتشتغل باليد، ما كانش فيه الازمه دي حضرتك. احنا وصل بينا الحال ان الرقم بيتباع، كل القائمين على العمل بيحدثوا الارقام وهميه. فدي رسائل شباب المحامين واللي هم مخولين بمثل هذه الاعمال. تمام. فاحنا بنناشده بسرعه التدخل لحل هذه المشكله، مشكله خطيره جدا 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 ومحتاجه كلنا نتعاون ونتكاتف للتصدي ليها. فانا بناشد معالي المستشار الجليل وزير العدل المصري انه ينزل باسرع وقت ممكن يشوف على يعني على رؤيه عينه ما وصل اليه حال قيد الدعاوى الالكترونيه. ودي كانت احد تكلفات السيد الرئيس والقياده السياسيه والتوجيه برقمنه الدوله. فمع اول تطبيق يحصل هذا المنظر، منظر مشين، وفي فيديوهات اتسجلت وبقت على مواقع التواصل الاجتماعي. اكيد اي تجربه بيكون فيها اخطاء. لا بس ما توصلش يعني حضرتك ان انت تروح تاخد رقم الساعه 11 بالليل، يعني المحكمه بتفتح ابوابها الساعه 8 الصبح، تروح 8:05 تلاقي الارقام كلها اتاخدت. ففي في حاجات هتبقى عوده للسوق السوداء. فده موضوع خطير لازم ننزل نشوفه، لازم ننزل نتصدى ليه. كل من هو في وزاره العدل وفي نقابه المحامين لابد ان ينزل يشاهد هذا المشهد ويقدم حلول عاجله لهذه الازمه. دي عامله لنا صداع وبصراحه منظر مشين. انا اتفرجت على الفيديوهات النهارده، خطيره 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 جدا. والحلول بسيطه. يعني انت النهارده حضرتك اطلقت ان انت في قيد الكتروني للدعاوى وابتديت، فده بقى الجزاء قيد الكتروني. نروح واحنا عندنا دلوقتي احنا لسه بنتعافى من جائحه كورونا ومش محتاجين كل هذه الزحام. والرئيس الجمهوريه ادى التوجيه بالرقمنه وادالك فتره سنه. الشخصيات اللي موجوده بتتعامل مع التحول الرقمي ما عندهاش الخبره الكافيه ان هي تتعامل في هذا الامر. النهارده رئيس الجمهوريه قبل ما وجه وتحتاج رئيس الجمهوريه قبل ما وجه قام بدوره بعمل ايه؟ عمل توسيع المناخ. يعني النهارده حضرتك كل الكوابل بتاعت الالكترونيات النحاس اللي كانت بتسرق وتعرض والكلام ده، النهارده عمل كلها الياف. فالالياف دلوقتي بقت مفروض سرعات اعلى. النهارده عمق هو البيئه التكنولوجيه. فالنهارده احنا بقى نقوم بدورنا. يعني انا شايف ان لازم وزير العدل يبقى عنده حلول، لان الموضوع مش متعلق بمحاكم الاسره. ليه؟ عندنا بقيه المحاكم، مش معنى محاكم الاسره في سر، فمحدش هيقدر يوصل لحقيقه هذا السر وهذه المنظومه. وتتخيل انها في الخمس محاكم في وقت واحد،
يعني احنا عندنا في القاهره محكمه الجنوب ومحكمه شمال مصر الجديده والجيزه، والاستئناف بتاعهم كلهم بهذا المنظر رهيب، اعداد رهيبه وطرق مشينه، وطبعا انا شايف ان الموضوع خطير بصراحه يعني. تمام، هرجع للاستاذ مصطفى الاول، هنتكلم عن موضوع ان احنا بنتكلم فيه موضوع اثبات النسب. من ضمن الاجراءات اللي بيلجا ليها المشرع هو تحليل الدي ان ايه. ما مدى تاثير تحليل الدي ان ايه في عمليه تاكيد اثبات النسب؟ تحليل الدي ان ايه بقى اخطر وسيله اثبات. بمعنى تقصد بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو بيحسم الجدل. هو طريقه من طرق الاثبات، مش هو الطريقه الوحيده ولكن طريقه من طرق الاثبات بالظبط. وده اللي بيخلينا نقول ان احنا محتاجين ان التعديلات التي تطرأ على قانون الاحوال الشخصيه تواكب العصر. وفقا للقانون الحالي الموضوع خاضع لسلطه القاضي. تمام. لان هو بيوازن ما بين الطرق المتاحه امامه، هل القرائن والبينه شهاده الشهود، اذا ما وصلش النتيجه فبيضطر يلجا لتحليل الدي ان ايه، والموضوع خضع لسلطته، ممكن يلجا وممكن ما يلجاش. تمام. ولكن اللي بيخليني اشيد، وطلبت معالي الدكتور صلاح بصفه عضو نواب ان هو يتكلم في الموضوع دوت ويبصوا على التعديلات الخاصه والمقدمه من الازهر الشريف، انه تناول هذا الامر في التعديلات بشكل علمي ومبسط وتشريع حكيم فعلا. يعني مثلا هاجي الاقي مثلا قانون مشروع القانون المقدم تناول النقطه الخاصه بتحليل الدي ان ايه وقال كما يثبت النسب بالطرق العلميه في حالات انكار من ينسب اليه الطفل شرعا او حالات التنازع حول مجهول النسب او حالات اشتباه الاطفال او اختلاطه. الفقره دي في النص المقدم من الازهر الشريف لا يقابلها نص في القانون الحالي الوضع الحالي. ولذلك هي دي الفكره، في ان التعديلات التي تطرا على القانون تكون بتواكب العصر، تشوف ايه اللي حصل. احنا بقينا دلوقتي نوصل لحل للنزاع عن طريق تحليل. طب ولكن المشكله في فكره مستطف. هل انا اقدر اجبر الزوج على كده؟ هل في اجبار، وسيله اجبار للزوج ان هو يحضر للاسف اجراء هذا التحليل؟ للاسف. طب في حاله دي المشكله، اجراء التحليل وثبت فعليا ان هذا الشخص هو اب لهذا الطفل، ليه ما يكونش في قانون بيعاقب الاب في حاله انكاره، يعني مستمر على انكاره حتى مع تحليل الدي ان ايه ان هو اثبت ان هو القانون يقف عاجز امام هذه النقطه. ليه ما يكونش في قانون؟ من المفترض ان يكون في يعني نص رادع عشان يحل الازمه. انا بتكلم في النقطه دي. يعني لازم يكون في عقاب الاب حاليا. كل الدلائل بتؤكد ان ده الاب لهذا الطفل، ومصر الاب على الانكار، ليه ما يوقعش عقوبه على هذا الاب؟ مساله الدلائل قبل وجود حكم قضائي يثبت النسب ما نقدرش نعاقبه بيها، ولكن بعد وجود حكم قضائي انهى الجدل واثبت النسب مع فكره وجود الانكار، يبقى ده كان استغلال سيء لحقه، المفترض انه يبقى في نص يعاقبه على ذلك. تمام. سياده المستشار، عايزين نتكلم في نقطه مهمه بخصوص هذا الامر. اكيد نقابه المحامين والمحامين واجهتهم مشاكل في هذا الامر ووضع حلول له. ايه الحلول اللي وضعتها نقابه المحامين او المحامين مع بعض لمواجهه المشاكل اللي بتواجههم في دعاوى اثبات النسب؟ هو اولا حضرتك اهداف قناه نقابه المحامين المساعدات القضائيه. فانا النهارده وبصفه خاصه القضايا المتعلقه بقانون الاسره، هنا المحامي بيقوم بدور الرساله بقى. تمام. ان انا النهارده اقدر هو طبعا غالبا بتبقى القضايا دي في منطقه، يعني اختصاص اقليمي، يعني انا مكتبي مثلا في عابدين في السيده هنا فببقى على علم بكل الاطراف. فانا المفروض النهارده ان انا على الاقل اوصل باي طريقه ما للطرف الثاني، ونحاول نقرب وجهات النظر ونحل المشكله دي، ودي تتفق مع صحيح الشرع والقانون ان احنا نقرب الخلافات. ولكن في برضه بعض القله ان هي بتيجي يعني تعمل ايه، تصور للطرف ان هو خلال شهر هياخد كامل حقوقه ويبقى ايه ملوش ملاذ الا اللجوء الى القضاء. هي قضايا بتستغرق وقت طويل. ففي ده وفي ده، ولكن يعني الغالبيه ان احنا بنحاول. انا مثلا عندي بشتغل في مكتب بتاعي قضايا متنوعه، فقضايا الاسره بيبقى عندي فيها سمة التطوع ان انا احل الملف ده دون اللجوء للمحكمه، وباذن الله بننجح في هذا لو النوايا سليمه وان الطرفين
في خلاف بسيط يقدر نتجاوزه ونقدر نحله، ولكن هيبقى في ضحايا للانفصال والطلاق وهو موضوع الطفل. فعندنا احنا ثقافه الانفصال ان كل واحد يلجا للمحكمه بيطلع اسوأ ما فيه للطرف الثاني. فطبعا دي برضو دور الاعلام ودور رجال الدين، ان احنا النهارده اسمى عقد على الوجه الارض هو عقد الزواج. فلا بد النهارده زي ما قال زميلي في الاول ان الازهر في القانون عنده حلول واطروحات عصريه تمام للموضوع دوت. وطبعا احنا بنتمنى ان القانون يطرح يخرج للنور، ولكن للاسف ان انتهى الموسم الاخير التشريعي وفي انتخابات جديده، فان شاء الله نتمنى يكون في ظل الانعقاد القادم باذن الله. هنرجع نكمل كلامنا عن نقابه المحامين ودورها. معانا امل من الاليوبيه، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا برحب بالضيوف وبحب اقول لحضرتك يعني ان انكار النسب ده حاجه بشعه، وان طبعا كل طفل لازم يتولد وهو عارف ابوه وعارف امه. تمام. بس معلش في نقطه يعني يعني ممكن يعني تستفاد منها ست وبهاجم في السن. يعني معلش دلوقتي في علاقه غير شرعيه حصلت، سواء كانت جواز عرفي او بدون زواج. هل يصح ان مثلا ان بعد ما تخلص السن ان احنا نسيب العلاقه دي بدون عقوبه؟ يعني ليه القانون بعد ما يثبت حق الطفل، اي طفل بقى يعني بريء من الجريمه دي، يعني المفروض يكون له اسم يحمله، لكن دلوقتي حصلت جريمه مثلا زي جريمه الزنا، ليه تتساب بدون عقوبه للطفل والراجل في نفس الوقت؟ تمام. سياده المستشار هيرد على حضرتك على هذا السؤال. هو طبعا حضرتك القانون المصري، حتى حضرتك في السؤال الاستاذ مصطفى، موضوع ان الاب اللي بينكر النسب وبيثبت في النهايه ان هو الابن ابنه، ان المفروض يبقى فيه عقاب. وانما النهارده المشرع المصري عنده مصلحتين كل منهما جديره بالرعايه. فالنهارده الوئام الاسري، ولا انه يسجن الاب بعد ثبوت نسب الابن ليه؟ نسامحه طبعا. طبعا وبرضك في كل الجرائم، ان الجرائم اللي بتحصل ما بين الاصول والفروع والزوج والزوجه والابن كلها بيبقى الهدف الاول الكيان الاسري، ما مش عليهم اي اثر طالما الهدف من الرادع تحقق. انما احنا عندنا مشكله النهارده ان هي اتكلمت فيها موضوع الطفل ابن الزنا او ابن الاغتصاب. هنا طبعا المجني عليها الام والضحيه الطفل. فالنهارده بيحدث ان بيتم ابلاغ عن وقعه الزنا او وقعه الاغتصاب، وبيتم التحقيق في هذا المجرى من الامور. فطبعا بتترفع الدعوه ثبوت النسب وبيثبت. فالنهارده اذا تصالح وهيبقى حصل وئام للاسره، فهيبقى مقدم حق الطفل ده عن اي حقوق للمجتمع. تمام. فهنا في التعارض ما بين المصلحتين اللي احنا بنتكلم فيها. هرجع للاستاذ مصطفى، وبما اننا بقى اتكلمنا عن نقابه المحامين والدور المحامين بيقوموا فيه، يعني اتكلم في قرار صدر من نقابه المحامين يوم الخميس الماضي بينص على عقد انتخابات النقابات الفرعيه. حضرتك شايف الدعوه انتخابات النقابات الفرعية ازاي، وبتوصل ايه الرسالة اللي تطلبها من شباب المحامين في هذه الانتخابات؟ والله هو بداية انا ارى ان الدعوة بدري. يعني معالي النقيب دعا للموضوع بدري شوية، لان كان محتاج البيت النقابي داخليا اعادة ترتيب. الاوضاع من بعد الانتخابات السابقة للمجلس النقابة العامة فيها شبه يعني دربكة ولخبطة داخلية. كانت محتاجة إعادة ترتيب وإعادة ضبط للأمور. احنا بنواجه مشاكل رهيبة مع النقابات الفرعية السابقة. فمش من المصلحة ان انا اجري انتخابات نقابات فرعية قبل ما احل الأزمات الحالية. يعني احنا مثلا في نقابة جنوب القاهرة، مجلس السابق حتى الآن لم يناقش ميزانية ولم يقدم ميزانية للمجلس الحالي عن السنوات السابقة. الأمر ده أنتج بعض دعاوى الفساد المالي اللي بالفعل نقيب المحامين مشكورا قدم بها بلاغات للنيابة العامة وحتى الآن لم تنصر. يمكن في ملحق القرار اللي أصدره سيادة النقيب. هرجع لك معذرة، هرجع لك بس بعد ما أخذ هذا الاتصال. معايا أحمد من الشرقية، اتفضل يا أحمد. أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وطي بس حضرتك، ممكن حضرتك توطي صوت التلفزيون؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن حضرتك بس قبل ما اتكلمنا بس وطي صوت التلفزيون؟ استاذ احمد. تمام كده؟ تمام، اتفضل يا استاذ احمد. انا احب اشكر البرنامج والاستاذ محمد شخصيا، بنقول له الف الف مبروك على البرنامج. وب
بالنسبه للموضوع دوت لازم يكون في قرار حزم ان اي واحد يتجوز عرفي او اي واحد يتجوز عرفي لازم يكون عليه عقاب عشان نمنع الجواز ده خالص. ننزل قانون ماده كده بالقانون ممنوع منعا اللي هيتجوز عرفي او هيمسك حاجه بحاجه زي دي لازم ان يتحط لقانون سجن مثلا غرامه يكون في حاجه تمنع الحاجه دي. تمام. وانا بشكر البرنامج وبشكر حضرتك. شكرا جدا استاذ احمد. نرجع تاني كلامنا عن حدوث عن انتخابات النقابات الفرعيه. اتكلمت عن ان مفيش في فساد داخل النقابه. في مشاكل. الله اعلم هل هيثبت ان في فساد ولا لا. بس احنا خلينا نتكلم في الوضع الحالي. تمام. الوضع الحالي انا بقول ان النقابات الفرعيه اغلبها ما قدمش ميزانيات عن الفترة السابقة ومقبلين على انتخابات فرعية. يمكن أنا رغم أن القرار بدري أنا شايفه من وجهة النظر الشخصية بدري جدا أن أنا أدعو لانتخابات نقابات فرعية حاليا قبل ما يتم ترتيب الأوضاع الداخلية. ولكن تكملة للقرار كان سيادة النقيب برضو عقب في القرار بأنه هيخاطب البنوك بأن هي لا تعتمد توقعات النقباء الفرعيين وأعضاء المجالس خاصة أمين الصندوق خلال فترة الانتخابات. خلال فترة الانتخابات ده 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 إجراء يعني أنا بشكر عليه السيد النقيب. هل الإجراء ده كان متبع قبل ذلك ولا ده إجراء جديد للأسف لا. حديث. وده حديث. وده وده اللي بيقول إن إحنا ده يحسب لنقيب بالظبط يحسب لسيادة النقيب الأستاذ رجاء عطية لأنه رجل قانون فاهم ومدرك خطورة فكرة إن أنا أخش على انتخابات نقابية وأنا سايب الأمر يعني متاح للأعضاء المجلس الحالي أنهم يتصرفوا في أموال النقابة اللي تحت إيديهم كيفما يشاءوا. فهو الإجراء فكرة أن أنا خاطب البنوك أن هي لا تعتمد توقعاتهم في هذه الفترة فترة ريبة فده بجد يعني إجراء سليم وموقف قانوني محترم أنا بشيد بيه. ولكن هي فكرة زي ما قلت أن الدعوة بدري خليها الأمور متلخبطة داخليا. هل السيد المستشار تتفق مع الاستاذ مصطفى ان الدعوه بدري وشايف القرار اللي اصدره نقيب المحامين الاستاذ رجاء عطيه بمخاطبه البنوك هل ده سيحقق الشفافيه وتكافؤ الفرص بين المحامين؟ انا من هذا المنبر بناشد معالي النقيب رجاء عطيه اللي هو متزعم اتجاه الاصلاح ان يتم وهو ما مش طامع ان هو يترشح لمره اخرى انه يحارب ويقاتل من اجل قانون جديد للمحاماه لأن قانون المحاماة الحالي صدر سنة 83 وتعرض لثمان تعديلات كلها بتتكلم في حاجة واحدة كيفية الانتخابات. مشكلة نقابة المحامين في قانون يحاسب النقيب وأعضاء المجلس. فيما عدا ذلك فأنا شايف أن كله هراء. لابد من معالي النقيب رجاء عطية إذا كان عاوز يخلد اسمه أنه يقاتل من أجل قانون جديد للمحاماة يبقى من اهم مواده اسس محاسبه نقيب واعضاء لان احنا اللي فيه دلوقتي ده كله بسبب ان القانون الحالي خالي من اسس محاسبه لان حتى في اخر تعديل ادوا الماده 103 ان نقيب المحامين يعامل معامل العضو في الهيئه في مجلس القضاء الاعلى لان لا يجوز له انه مساله في حين ان احنا النهارده كل السنوات دي بنحاسب على فواتير الفساد بسبب قانون المحاماه. انا بطلب من معالي النقيب انا فاهم كويس جدا ان النقيب رجاء عطيه جاي للاصلاح ومش طامع في الانتخابات تاني والنهارده مشكلته ان منذ صدور النتيجه وتنصيبه نقيب للمحامين الى وقتنا هذا هو بيحارب فساد وقانون عقيم. فانا النهارده بطلب منه ان هو لو بيعشق المحاماه والمحامين يقاتل من اجل قانون جديد للمحاماه. وده حاجه. الحاجه الثانيه انا شايف والله حاليا ان هو طبعا المجلس معاه مش متناغم ومش متوافق فكل القرارات طبيعي ما اي مجلس جديد هو بيجي المشكلة ما يكونش متناغم في البدايه. عندنا في مجلس بقاله 19 سنه فالنهارده ما كانش في تسليم وتسلم للنقاب كان كله قرارات وخلاص. فالنهارده النقيب عشان يستلم وعشان يفتح حسابات قعد 3 اشهر فالنهارده وفي الثلاث اشهر ده في ظل جائحه كورونا. فالنهارده المحامين فعلا المشتغلين اصحاب الملفات لم يحسوا بالتغيير. فاحنا بنطالب معالي النقيب اولا قانون جديد للمحاماه. النهارده الاربع ملفات اللي حطيتهم في البرنامج بتاعك برنامج الانتخابي الموضوع المعاش وموضوع ضوابط القيد وموضوع العلاج وموضوع ده كده
انت حضرتك النهارده ماسك الملفات يعني ملفات بالطول، انا بطالب منه ان هو يمسكها بالعرض. يعني كل ملف نحس ايه اللي فيه جديد. فدي مناشدتي لمعالي النقيب. تمام. وبعض الناس بيقولوا ان ده برنامج كان للانتخابات، ولكن انا شايف ان معالي النقيب ليه رؤيه وليه هدف، وهو اصلاح حال المحاماه والمحامين. طب اصلاح حال، عشان وقتنا خلاص قرب ينتهي، ما عادش معانا الا دقيقتين. تمام. اصلاح حال المحامين، حضرتك الرساله تحب توجهها للمحامين قبل ما نختم؟ بما اننا مقبلين على انتخابات نقابات فرعيه، انا اناشد صوت الشباب، اعضاء الجمعيات النقابات الفرعيه، ارجوكم احسنوا الاختيار. الاختيار اطلاقا لا يكون على فكره الشلاليه وهذا مقرب مني وهذا لا اتعامل معه. الفكره بتبقى فكره وضوح رؤيه، رجل خدمات، محامي مهني، يدرك قيمه مشاكل المحامي، زي ما كنا بنتكلم كده، مشكله زي مشكله محكمه زنانيري. المحامي المهني اللي بيروح المحكمه ويواجه التفصيلات الصغيره اللي بتعطله عن اداء دوره ومهام رسالته، هو ده اللي عنده احساس بكيفيه اختيار ناخب مرشح لمنصب، سواء نقيب نقابه فرعيه او اعضاء. تمام. في مجلس النقابات الفرعيه محتاج ينقي يختار. هو يمكن الفكره كلها في القاعده من المرشحين. انا بدعو كل الشباب الطامح في خوض هذه التجربه، جهز نفسك، انزل، ما تقلقش، شباب المحامين في ظهرك، السادة المحامين النقض اللي ناويين يترشحوا على مقعد نقيب النقباء الفرعيات، جهز برنامج واضح لتقديم خدمات محترمة ذات قيمة بالنسبة للشباب وللنقابة الفرعية اللي حضرتك إن شاء الله ناوي تترشح عنها، عشان نقدر نقيم ما هو سيكون من خلال برنامج. وقتنا خلص للأسف، والكلام عن نقابة المحامين لها يعني محتاجة حلقات أخرى للحديث عن الانتخابات، وخاصة أنا أحب أختم بآخر كلام قاله الأستاذ مصطفى، أن الاختيار لا يكون على أساس الشلالية، ولكن الاختيار بيكون على من لديه رؤية وصاحب مهنة ويسعى إلى تقديم وحل مشاكل المحامين. في النهاية بحب أشكر سيادة المستشار محمد سليمان جاد المرشح لمنصب نقيب محامي جنوب القاهرة. شكرا فندم. والأستاذ مصطفى الهواري المحامي بالاستئناف. شكرا. وشكرا لحضراتكم، وأتمنى الحلقة تكون نالت إعجابكم النهاردة، وإن شاء الله في حلقة جديدة إن شاء الله الأحد القادم، انتظرونا.